بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 24 من الكتاب 38، كتاب اللباس والزينة. باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب. وصبغ الشعر يعني تغيير لون الشعر بصبغ، وتغيير الشيب يعني إخفاء الشيب بإيه؟ بلون يشبه الشعر أو بشيء آخر. ما حكم صبغ الشعر؟ إذا كانت المرأة فلها أن تفعل ما شاءت بأي لون، سواء شيب أو بغير شيب، بإذن زوجها. كويس، طالما بإذن زوجها خلص تغيره بأي لون إن شاء الله تخليه بنفسجي، ملناش دعوة. طالما جوزها عايزها بنفسجي خليها بنفسجي. هذا بالنسبة للمرأة، يعني معناها لو كانت غير مزوجة لا يصح أن تفعل ذلك، لأنها لا تفعل ذلك إلا لزوجها. هذا بالنسبة للمرأة. أما إن كانت شيبة المرأة فتكون كالرجل، تغير الشيب بالحناء والكتم، بالحناء والكتم. أما الرجال فلا يجوز لهم الصبغ بالسواد إن كان شعره أسود، يعني لا يصبغ شيبه بالسواد إلا لأجل الجهاد، إن كان خارجا لجهاد الأعداء فيصبغ بياض شيبه بسواد حتى يظهر أمام الأعداء أنه في شباب، فلا يستهين به العدو ويقول أنه شيخ كبير فان فيستهين به العدو، فيصبح مظهر جيوش المسلمين كله شباب. فإن كان يعمل مثلا في القوات المسلحة يبقى الكل اللي شغال في القوات المسلحة وفي الجيش يصبغ بالسواد عادي، عشان يبقى الجيش المصري كله كده شباب نكاية للعدو، تقوم تظهر صورهم كله شباب قوي، فهمت ازاي؟ تبقى نكاية للعدو. أما إن كان بغير سبب جهاد فلا يصبغ بالسواد، ولكن يغير الشيب بالحناء والكتم، وهي سنة. وهل الأفضل ترك الشيب ولا الأفضل تغيير الشيب؟ اختلاف كبير بين العلماء، وقالوا المتروك العرف، الراجح العرف هو الذي يحدد ذلك. لماذا؟ لأن النبي لم يغير شيبه أصلا، أمر بتغيير الشيب بالحناء والكتم، والنبي لم يستعمل الحناء والكتم، والنبي شاب عبده في شعره 16 شعرة شيبة، ولم يفكر النبي أن يغيرها بشيء. فلما أمر النبي باستخدام الحناء للشيب ولم يفعله اختلف العلماء، هل الأفضل نبقى زي النبي ما نغيرش، وأن أمر النبي هذا للإباحة، أو أن أمر النبي للأمة للاستحباب وهو لم يفعله لعدم الحاجة إليه لعدم كثرة شيبه؟ اختلفت وجهات نظر الفقهاء. فالبعض قال أن استعمال الحناء للشيب بالنسبة للرجل سنة، لأنه مع قول النبي أمر بذلك، والبعض الآخر قال بل هي مباحة والأفضل ترك الشيب، لأنه وردت أحاديث في مدح الشيب، وأن الشيب في الإسلام، كل شيبة في الإسلام نور في القبر يوم القيامة، نور في قبر الإنسان، وأن الله يستحي من الشيبة المسلم أن يعذبه، فكل ذلك دل على فضل الشيب، فإذا كان له فضيلة فلا يغير. من أجل ذلك اختلف وجهات نظر الفقهاء. أهل مصر مشيوا مع الرأي إيه؟ إن تغيير الشيب ما إيه؟ يعني الأفضل عدم تغيير الشيب، إلا إذا كان لغرض الجهاد. أهل مصر كلها، ما تلاقيش مشهور حكاية الحنة عند المصريين دول، يبقى شايب ومش محن، سايب شعره زي حالتي كده عند أهل مصر. أهل اليمن وأهل بقى إيه؟ باكستان والهند والبلاد دي من المسلمين، عندهم مشهورة حكاية إيه؟ الخضاب، ما
بالنسبة للشيء، وأخذوا أن الخضاب أمر به وهو أفضل. فهمت زي بقى إيه؟ اختلفت وجهات نظر البلدان المختلفة والأعراف المختلفة في النسبة لهذا الأمر. في مصر لما تيجي تحني شعرك يقولوا ده هيتجوز على مراته على طول، يفتكروها كده. أنا عملتها أصل، استعملت مرة الخضاب فكذا واحد قال لي إيه ده أنت ناوي تتجوز بقى جوازة جديدة؟ قلت له ليه؟ كنت شعرك العرف ده عندهم بأن أنا مصري وعايش في مصر طول عمري. فاتضح إن العرف عند المصريين إيه؟ الراجل لما يبقى شايب كده ويغير شايبه يبقى ناوي يدور له على جوازه جديده. يفهموها يفهموها كده. لكن لو انت قاعد في اليمن مفيش حاجه. قاعد كل الناس مخضبه شعره. قاعد في باكستان ولا في الهند ولا مفيش مشكله. يبقى تختلف الاعراف باختلاف هذا الامر. والله تعالى اعلم. والله تعالى اعلى واعلم. اما اليهود ما بيخضبوش خالص ولا غيروا شايبهم خالص. اليهود كده، وكأن الأمر الخضاب كان لمخالفة اليهود والنصارى. يبقى الأمر بالخضاب كان أصله مخالفة اليهود والنصارى في المظهر. فلا يكون مظهر، لأن اليهود بيربوا لحام برضه والمسلمين يربوا لحام. فالنبي أراد أن يكون المسلمون، لأن المسلمين كانوا عايشين مخالطين لليهود، فأراد النبي أن يكون مظهر المسلم مخالف لمظهر اليهود، بحيث تشوفه كده تعرف إن ده مسلم. تلاقي مخضب شيبه يبقى ده مسلم. اليهود لا يخضبون، لا يغيرون شيبهم اصلا. يبقى كان الهدف من الخضاب، الامر بالخضاب، خضاب اللحيه يعني والشعر اذا شاب، مخالفه اليهود والنصارى في المظهر. فلما عللوها بهذه العله جعلوها سنه. فهمت ازاي؟ سنه. ولكن احنا هنا في مصر ما عندناش يهود والنصارى ما بتربيش لحاها، يبقى ما تفرقش معانا. عشان كده اهل مصر توسعوا، تلاقي مشايخ مصر ما بيخضبوش عادي، سايبينها كده على الله. فهمت بقى ليه بقى؟ لان ما عندناش يهود هنخالفهم في المظهر، والنصارى بتوعنا ما بيربوش لحاها. فهمت بقى المساله؟ فاصبح ايه اهل مصر؟ عشان كده اهل مصر ما بيخضبوش بعلم برضه، مش بجهل، علماء يعني، عندنا الازهر مش اي حاجة يعني. لان في بعض الناس يقول لك ايه ده اهل مصر ما بيعملوش السنة دي. لا، ده انت اهل مصر علماء، انت اللي مش واخد بالك. هو النبي خضب؟ النبي ما خضبش. فهمت ازاي؟ ده احنا ماشيين مع النبي على طول، ده هو روحنا وحياتنا، نتنفس بمحبته ولا يغفل عن خاطرنا نوما ويقظة، صلى الله عليه وسلم. باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 30 بعد 605. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة. أبي قحافة اللي هو أبو سيدنا أبي بكر الصديق. أبي قحافة ده اسمه عثمان، يبقى دي كنيته. أبي قحافة كان اسمه عثمان، كما إن سيدنا أبي بكر الصديق كان اسمه إيه؟ عبد الله. يبقى أبي بكر كنيته واسمه عبد الله. ابن أبي قحافة يبقى ابن عثمان، يبقى سيدنا أبو بكر اسمه إيه؟ عبد الله بن عثمان، بالكنية أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما. قال أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح. أبي قحافة أسلم عام الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة اللي هو القطن، يعني عارف القطن؟ يسموه الثغامة، يعني أبيض زي القطن يعني. كما أن القطن أبيض، يبقى الثغامة عبارة عن نبات أبيض له وبر، والوصف ده ينطبق على القطن، نبات القطن. ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال غيروا هذا بشيء، غيروا هذا بشيء، فخضبوه. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. شوف هنا واجتنبوا السواد، لانه ما كانش هيجاهد، ده راجل كبير، شيخ كبير، فمش محتاج ان هو يصبغ بسواد لانه مش هيخرج للجهاد. علشان كده قال لك واجتنبوا السواد. باب في مخالفة اليهود في الصبغ. وعن ابي قال: حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى. قال يحيى: اخبرنا. وقال الاخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة وسليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فلما كان الامر بمخالفة اليهود والنصارى اشد طلبا في الشرع الشريف من مخالفة الفرس والمجوس، استدل الشافعية على ان تربية اللحية وتوفير اللحية سنة وليس واجبا، لان توفير اللحية مطلوبة لخالف المجوس وعفو اللحى، مش كده برضو؟ واحفوا الشوارع. يبقى اعفاء اللحية العلة منه ايه؟ مخالفة المجوس عباد النار. طب وتغيير الشيء الامر فيه علته ايه؟ مخالفة اليهود والنصارى. بالاجماع تغيير الشيب بالخضاب لمخالفة اليهود والنصارى بالاجماع سنة، محدش فيه قال ان الخضاب واجب ابدا من علماء المسلمين. اقصى حكم ليه انه سنة، واقل حكم فيه انه متروك للعرف. واضح؟ لما كانت مخالفة اليهود والنصارى أشد طلبا والخضاب سنة، وإعفاء اللحية لمخالفة المجوس وهو أخف من طلب مخالفة اليهود والنصارى، فدل على أنها تلحق بها في الحكم فيكون إعفاء اللحية سنة. فهمت بقى طريقة فهم الشافعية؟ من باب أولى، خلافا للوهابية الذين جعلوا إعفاء اللحية من أركان الإسلام، مش واجب وبس، ده من أركان الإسلام، كختان النساء من أركان الإسلام، ونقاب الوجه من أركان الإسلامين، لأنهم جهلة لا يعرفون مراتب الأحكام، لا يعرفون مراتب الأحكام ولا علل الأحكام. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي الراجح في حلق اللحية أنها مكروهة وليست حرام. يبقى الراجح في حلق اللحية إيه؟ الكراهة وليس التحريم. ونص ذلك على الإمام النووي، ونص على ذلك الإمام الغزالي في كتاب الإحياء، وكل علماء الشافعية نصوا على ذلك، على أنه حلاقة اللحية للرجل مكروهة. ومتى تحرم؟ إن كان يحلق تشبها بالنساء تحرم، في الحالة دي تحرم. إن كان حلاقته للحية يريد بها التشبه بالنساء حرم لنية التشبه بالنساء، اما ان كان لا يقصد التشبه بالنساء ولا حاجه، عادت قومه كده، يبقى مكروهه وليست حراما. واضح؟ كل ذلك لان هناك بعض الشباب المتحير يترك الصلاه خلف حلق اللحيه ولو حافظا القران. دول شباب متحيرين مش فاهمين. واحد حافظ القران وحلق لحيته، والتاني مش حافظ القران وبلحيه. اقدم من للامامه؟ اقدم الحليق حافظ القران، ولا اقدم الملتحي الجاهل؟ لكن هم يفعلون عكس ذلك، كلما طالت لحيته قدموه للصلاة بغض النظر عما يحمل في عقله وقلبه من علم أو إيمان. هذا لجهلهم. فهمت بقى المسألة؟ فإياك إياك. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا الباب طويل، هنقرأ فيه جزء النهاردة ونكمله غدا إن شاء الله. الصورة صورة الحيوان، سواء كانت رقما في ثوب أو على جدار أو على قطعة قماش أو كانت لها ظل أو بغير ظل، بارزة أو بغير بروز، لو كانت صورة حيوان كامل فهي حرام عند الشافعية. مذهبنا كده، مذهب الشافعية كده، بظل او بغير ظل، في ثوب او في جدار
أو حتى على بساط يمتهن، ولكن تقل حرمتها لو كانت على بساط ممتهن، لكن ما زالت حرام برضه. يعني حتى صانع البساط عليه ألا يجعل هناك فيها صورة حيوان كامل عند الشافعية. كويس. طب باقي المذاهب فيها تفصيل. بعض العلماء قالوا إلا رقما في ثوب، لو كانت في ثوب لا ظل لها تكون مباحة، وكذلك لو كانت على بساط يمتهن تكون مباحة. أما لو كانت لها ظل أو بارزة، يعني مجسمة، لها ظل يعني مجسمة أو بارزة، لها بروز على الجدار وكانت صورة حيوان كامل تكون حراما. ده مذهب آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحد الصحابة قال إلا رقما في ثوب فاستثنى، والشافعية قالوا إلا رقما في ثوب أي صورة غير حيوان، فهموها على أنها يجوز صورة غير الحيوان. فهمت؟ ولازم يكون كامل عشان يحرم، لازم يكون كامل عشان يحرم. برضو طالما له رأس وجذع ورجلين، حيوانات أسطورية خيالية برضو يحرم، عليه تمثال لها، التنين مش عارف ايه الحاجات دي، مشهور هناك في الصين تماثيل التنانين، واخد بالك؟ كل ده عند المسلمين ما يحبوهوش وما يحطوهوش في بيوتهم، لأنه بيمنع دخول ملائكة البركة، يمنع دخول ملائكة البركة. لكن لو كان صورة أو تمثال حيوان بغير رأس جاز بالإجماع، جاز بالإجماع. كويس. أما صورة النباتات والمناظر الطبيعية وغير ذلك فهي جائزة بالإجماع. عشان كده معظم زخارف المسلمين تجدها زخارف نباتية وهندسية، فتجدهاش زخارف حيوانية أبدا في مساجدهم وفي بيوتهم وفي كده، تلاقي الزخارف النباتية والزخارف الهندسية، أشكال هندسية متداخلة وزخارف نباتية. وعشان كده حضارة المسلمين قامت على الزخارف النباتية والزخارف الهندسية، وتركت الزخارف في صورة حيوان، ما تلاقيهاش عند المسلمين، تلاقيها عند غير المسلمين، من أجل هذا الشرع الشريف الذي منعنا من هذا الفعل. إن صنع التمثال من أجل أن يعبد أصنام صار من أكبر الكبائر، وإن صنع التمثال لا لأن يعبد ولكن مجرد ذكرى يكون حرام، ولكنه أقل في الحرمة ممن يصنع التمثال من أجل أن يعبد. واضح؟ يبقى الحرمة لها درجات برضه، مش درجة واحدة. يعني اللي بيصنع تماثيل تعبد من دون الله مش زي اللي بيعمل تماثيل علشان يعملها معرض كده والناس تتفرج عليه. ده حرام وده حرام، بس دي حرمة ده أشد من حرمة ده. فهمت ازاي؟ لأن أيضا الكبائر تتفاوت. الإنسان بقى اللي بيعمل سياحة في بلاد الأرض ويروح يجيب لك تمثال بوزة علشان مش عارف إيه ويحطه في بيته، ما ينفعش، لانه ده بيعبد من دون الله. مش لحد دلوقتي بوزه بيعبد من دون الله، مش كده برضه؟ يبقى حرام من الكبائر ما يحطوش في بيته، ولا يجيب تمثال فيل بزلومه، ولا فيل من غير زلومه. واخد بالك؟ يعني ما يجيبش تمثال حيوان كامل ويحطه عنده. كل الحاجات دي مطلوبه عند ايه؟ في بيوت المسلمين. ليه بقى؟ لان المسلم يحب ان ملائكه الرحمه تبقى موجوده في بيته. ملائكه الرحمه طول النهار قاعده ايه؟ تستغفر لأهل البيت وتدعي لأهل البيت وتمنع دخول الشياطين كمان، لأن الملائكة والشياطين لا يجتمعان. فلما تمنع دخول ملائكة الرحمة معناه إيه؟ البيت اتملى شياطين، فتلاقي طول النهار الراجل قاعد يتخانق مع مراته والعيال قاعدين يضربوا في بعض. فهمت إزاي؟ لأنه متعفرتين. إنما أول ما يبقى البيت فيه ملائكة وسكينة كده تلاقي فيه هدوء وفي بركة. فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. نقرأ بعض الأحاديث اليوم ثم نكمل بعد ذلك. وعن أبي قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله،
ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فاللي بيعترضوا على هذا يروحوا بقى ايه يلوموا سيدنا جبريل، مش يلوموا الايه المسلمين. سيدنا جبريل هو اللي بيحبش يدخل، ان يعني ملائكة الرحمة. لان خد بالك في الملائكة اللي هم الحفظة يدخلوا معاك في اي بيت، حتى لو في خمارة يدخلوا اي بيت، ملائكة الحفظة، لان مأمورين بحفظ ابن آدم، لان دي لهم وظيفة. وكذلك الرقيب والعتيد لا يترك ابن آدم، لان ليهم وظيفة. انما ملائكة الرحمة هي دي اللي ما تخش. فهمت بقى ازاي؟ مش سائر الملائكة، يبقى ملائكة الرحمة بس. انما الملائكة المكلفة بوظائف معينة كل يؤدي وظيفته. فهمت بقى ازاي؟ فهنا سيدنا جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم على موعد هيجي له فيه. فالنبي انتظر الموعد بتاعه وجلس، لا سيدنا جبريل ما جاش. تعجب. ربنا لا يخلف الميعاد، وكذا رسل الله لا تخلف الميعاد. فهمت ازاي؟ تتعجب صلى الله عليه وسلم. وهو متعجب كده بص تحت سرير عائشه في الحجره وجرو صغير، كلب صغير. فقام قال لستنا عائشه: ايه الجرو ده؟ قالت له: ما اعرفش، ما دريت. ربما دخل واخدش. فطردوه خرج بره. لما خرج الجرو جه سيدنا جبريل. دخل. فلما دخل سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: لما خلفت مع موعدك معي؟ قال: هذا الجرو منعني، إنا لا ندخل بيت فيه صورة ولا إيه ولا كلب ولا صورة. اختلف العلماء، قال لك مطلق كلب ولا الكلب الإيه إن كان جائز الملائكة برضو تدخل. يعني افرض كلب حراسة أو كلب صيد، ويجوز اقتناء كلب الحراسة وكلب الصيد بالشرع الشريف. فإذا كان كلب حراسة وكلب صيد يجوز إن الملائكة دي تدخل ولا لا تجوز؟ الإمام الخطابي قال ربما تدخل، لأنه مباح شرعا، فإذا أبيح شرعا يبقى الملائكة لا تمتنع، لأنه يفعل مباحا. فهمت إزاي؟ ده الإمام الخطابي قال ربما. خد بالك، لأن ما حدش يقدر يجزم إلا بالشرع، إلا بخبر النبي، أو نسأل سيدنا جبريل مباشرة. كانوا بيقولوا في الرابعة إن سيدنا جبريل معاهم، كانوا حقهم سألوه، واخد بالك؟ لكن هم نسيوا يسألوه في الحتة دي. لكن على أي حال الإمام الخطابي قال ربما لإباحة الشرع له أن يقتني كلب الحراسة وكلب الماشية وكلب الصيد. لكن الشافعية قالوا عموم القول كلب، بكلمة كلب دي عامة، فقالوا لا يدخلون مطلقا ولو كان للحراسة. ده رأي الشافعية. كويس، رجحوا ذلك لعموم اللفظ، ولكون الملائكة لا تدخل، ملائكة الرحمة لا تدخل البيت الذي فيه كلب، لأنها تكره الرائحة الكريهة، ولأن الكلب يأكل النجاسات، ولأنه نجس عند الشافعي. كويس، كل دي علل يعني، لكن احنا برضو ما نعرفش دي علل استنبطها الفقهاء. لكن ما سألناش سيدنا جبريل انت ما تدخلش ليه، يعني عشان ريحته وحشة ولا علشان نجس ولا علشان ايه؟ يا سيدنا جبريل ما سالناهوش، والنبي لم يسال كمان. النبي عرف خلاص طبيعتي، خلاص نمتنع. سهل. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن ابي حازم بهذا الاسناد ان جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياتيه، فذكر الحديث ولم يطوله كتطويل ابن ابي حازم. وعن ابي قال حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اخبرتني ميمونه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما. واجما يعني شكل إيه؟ حزين كده، عليه كآبة الحزن يعني، أدي معنى واجما. فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني.
قال: فظل رسول الله يومه ذلك على ذلك متعجب ليه سيدنا جبريل ما جاش ماشي صلى الله عليه وسلم مهموم. ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقياه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط اللي هو البستان يعني الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير. فلما النبي أمر بقتل الكلاب جاء سيدنا جبريل وقال له: إن الله يقول لك أتقتل أمة من الأمم، يعني الكلاب دي أمة في تعمل توازن بيئي، ربنا خلقها لوظيفة. فالنبي بعد ذلك نسخ أمره بقتل الكلاب إلا الكلب الأسود العقور. وعشان كده الأحناف المالكية قصدي الحنابلة عندهم الكلب الأسود يقطع الصلاة لو مر الكلب الأسود، وأمرنا بقتل الكلب العقور. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وعن أبي قال: حدثني أبو الطاهر، والمقصود أنها صورة حيوان طبعا، لكن صورة شجرة الصورة مباحة ما فيهاش إشكال. وعن أبي قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ولما حصل بقى التصوير الفوتوغرافي علماء الإسلام يحرموه، قالوا منصور، فهمت ازاي؟ فقعدوا علماء الاسلام يحرموا التصوير الفوتوغرافي سنوات طويله، حتى جاء سيدنا بخيت المطيعي شيخ الازهر في عصره، وكان فقيه حنفي كبير واصولي بارع، في موسم من مواسم الحج اجتمع مع علماء الاسلام من الاقطار المختلفه، فاثيرت عنده هذه القضيه فحلها لهم سيدنا بخيت المطيعي. كانوا كلهم يقولوا حرام، سيدنا بخيت المطيعي قال لهم: ماذا تقولون في صورتكم في المرآة؟ قالوا: مباح، النبي كان له مرآة. قال: لو اخترع جهاز حبس صورة المرآة إذا انصرفت من أمامها فهل يتولد منها حرام؟ قالوا: لا. قال: إذن هي الصورة الفوتوغرافية، فهي حبس ظل وليست صورة يد. ومن هنا اتحل الإشكال ببركة الشيخ بخيت المطيع، لأن كانوا كثيرين منهم يرفضوا حتى استخراج جواز سفر علشان بيحتاج صورة، لدرجة بعضهم ترك الحج، قالك مش هيحج، ازاي اعمل جواز سفر في صورة ودي حرام واروح حج من اجل حرام؟ يبقى لم ابلغ الاستطاعة الى هذه الدرجة. والسيد محمد الصديق الغماري ابو السيد عبد الله الصديق الغماري شيخي حكى لي شيخي أنه أراد أن يحج، فالفرنسويين كانوا في المغرب إيه يطلبوا جواز سفر عليه صورة ضروري عشان يعرف يخرج، نظام الحكومة كده، فصمم أنه يستخرجوا له جواز سفر بلا صورة. ولأنه هو زعيم كبير في قومه في طنجة كان أتباعه بعشرات الألوف، فالحكومة الفرنسية خافت فأصدرت مرسوم خاص به انه يستخرج باسبور بغير صوره للحافظ محمد صديق الغماري. فاستخرج باسبور بغير صوره وجحد، فهمت ازاي؟ لحد ما سيدنا ايه بخيت المطيعي محمد بخيت المطيعي رحمه الله ورضي الله عنه حل هذا الاشكال في ذهن ايه علماء الاسلام والمسلمين، عشان تعرف بركه علماء الازهر، فهمت ازاي؟ عندهم علم عميق، نظرة أخرى ثاقبة، لأنهم شربوا من ماء النيل. ماء النيل ده ماء مبارك، فهم؟ وبيحبوا النبي. يعني اجتمع فيهم حاجتين يجعل المصريين دول فيهم سر. عارف السر اللي الناس يقول لك المصريين دول فيهم سر؟ أنا عارف.
حب النبي والشرب من ماء النيل، هم دول اللي مخليين فيهم سر. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد، هتقول لي مثلا البلاد الثانيه ما بتحبش النبي، لا بيحبوا النبي، كل المسلمين بتحب النبي، لكن حب المصريين للنبي حب زائد واضح، واضح قوي يعني. يعني تيجي تلاقي الناس كده دايبه في النبي. طب روح لواحد قاعد في خماره عاصي مجرم ما صلاش وعيد في النبي، يطلع يضربك بازازه الويسكي. شوف قد ايه. الا النبي عندهم محبة النبي دي فطرة فيهم. فهمت ازاي؟ ده عند المصريين كده، اللي يعيش مع المصريين تلاقي يعني يورث منهم حب النبي وآل البيت، يتخللوا. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وذكره الأخبار في الإسناد. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة. قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه سورة. زيد ابن خالد راوي الحديث عن طلحة، راحوا يزوروه لقوا انه حاطط استارة فيها صورة. بقى انت بتقول لنا وبعدين تعمل كده يا زيد؟ تعجبوا يعني. فإذا على بابه ستر فيه صورة، عامل ستارة على الباب وفي الستارة صورة. قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول، يعني قبل كده؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، يعني إلا أن تكون رقما في ثوب. فاستدل به المذهب الآخر على أنها لو كانت رقما في ثوب بغير ظل جائز، والشافعي قالوا لا برضو حرام. وأول الحديث هنا إلا رقما في ثوب ما لم تكن صورة حيوان، يعني صورة شجرة، صورة مركب، صورة نخلة، صورة بحر وقت الغروب او وقت الشروق، يعني صورة طبيعية جائز ما فيهاش حاجة. يبقى فحملوا رقما في ثوب ان يكون صورة لغير حيوان، ده رأي الشافعي. والرأي الثاني المذهب الثاني قال لك لا، لو كان صورة حيوان على ثوب بلا ظل، لانها لا ظل لها مش مجسمة، تكون جائزة او تكون مكروهة وليست محرمة. يبقى المذهب ده بين الجواز والتكريه. فهمت؟ والشافعيه قالوا تمشي على التحريم، ولكن حرمتها تكون اخف ممن كان له ظل. تكون حرمتها اخف ممن كان له ظل، يعني مجسم. وعن ابي قال حدثنا ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكير بن الاشج حدثه ان بسر بن سعيد حدثه ان زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال إنه قال إلا رقما في ثوب. ألم تسمعه؟ قلت ألم تسمعه؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر ذلك. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار أبي الحباب مولى بني النجار عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل. رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب، والنمط يعني استارة كده قطعة قماشة، فسترته على الباب. فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه،
فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الجدار والطين. قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعد ذلك علي. ويبدو أن النمط كان فيه تصوير، وعشان كده الشافعية قالوا أهو كان رقما في ثوب النمط ده، والنبي برضو نهى عنه لأنه كان فيه تصوير حيوان، فعشان كده قيدوا إلا رقما في ثوب ما لم يكن صورة حيوان لهذا الحديث. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وليس قبله في الوسادة، لأن الوسادة تمتهن، الإنسان يسند عليها وينام عليها وبتاع، يعني تمتهن مش متعلقة كده ومكرمة يعني. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب، وكمان تقطعها يؤدي إلى تقطيع الصورة فما تبقاش كاملة، تبقى الصورة كمان غير كاملة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر، أو الرواية الثانية بينت أن الصورة كانت تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا، زينة الدنيا. قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. وعن أبي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى بهذا الإسناد، قال ابن المثنى وزاد فيه يريد عبد الأعلى فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه. والله تعالى أعلى وأعلم. نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.